نظمت مؤسسة البر والتقوى بالبسيطات ورشة عمل بعنوان تعريف الناخب بالعملية الانتخابية للمستهدفين من طلاب الجامعات والمعاهد العليا في المنطقة. ورشة عمل بعنوان تعريفات بالعملية الانتخابية استهدفنا فيها الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة، طبعا فئة الخريجين وطلبة المعاهد والكليات. الهدف من الورشة طبعا توعية الناخب بالعملية الانتخابية وكيف تتم وش المطلوب من الناخب يوم الانتخاب، شن يسوي وشن ما عليه فعل يعني يوم الانتخاب. تخلل الورشة التي احتضنتها مدرسة أم الحمام للتعليم الأساسي تعريف المستهدفين بالمؤسسة وأهدافها وتوضيح كيفية تسجيل الناخبين المرشحين في الانتخابية وآلية عمل اللجان، فضلا عن آلية التي يتبعها المقترع الجديد داخل غرف الانتخاب ابتداء بالتعرف على اسمه واسم القائمة حتى وضع الورقة في الصندوق. الورشة تناولت عدة محاور وبينت للحضور التسجيل وتسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، وأشارت إلى اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي. الورشة تهدف إلى توعية المسجل بسجل الناخبين وتحضيره نفسيا للحظة الخلوة قبل إقراره اختيار لمن يراه مناسبا من المرشحين، وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تستعد فيه مدن ليبية عدة لانتخاب مجالسها البلدية خلال الفترات القادمة.